مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد. في بيان مشترك صدر قبل قليل، رحبت الرياض وواشنطن باتفاق الجيش السوداني والدعم السريع على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لخمسة أيام، كما أعلنت قوات الدعم السريع أنه تم التوقيع على تمديد وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية لمدة خمسة أيام. من جانبه، رحب المتحدث باسم العملية السياسية بالسودان خالد عمر باتفاق الجيش والدعم السريع على تمديد وقف إطلاق النار، ودعا عمر طرفي القتال إلى الالتزام الصارم بنصوص الاتفاق وتركيز الجهود على معالجة الوضع الإنساني المتدهور. وأكد عمر أن وقف الحرب واختبار الحلول السلمية التفاوضية هو الطريق الأمثل للأزمة الحالية. من جانبه، قال دفع الله الحاج علي المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة في السودان، قال للجزيرة إن الحكومة السودانية موافقة على تمديد الهدنة وإنها لا تسعى للحرب. نحن موافقون على تمديد الهدنة انطلاقا من مسؤوليتنا تجاه مواطنينا، ونحن لسنا سعاة حرب. لكن للأسف قوات التمرد كلما دخلنا في هدنة ينتهكونها ويتخذون من المستشفيات أيضا ثكنات عسكرية، وما زالت انتهاكاتهم من سلب ونهب واغتصاب مستمرة. وأضاف الحاج للجزيرة أن المبادرات الآن محصورة في تحقيق وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية فقط. المبادرات محصورة الآن فقط في تحقيق الهدنة، وقف إطلاق النار، تقديم المساعدات الإنسانية فقط. أما مسألة الحل النهائي، هذا ستقوم به الحكومة بعد حسم هذا التمرد، وستكون هنالك عملية سياسية موسعة تشرف عليها الحكومة ويشارك فيها جميع السودانيين بدون استثناء. يأتي هذا فيما قال مراسل الجزيرة مباشر إن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني قصف مواقع تمركز قوات الدعم السريع شرق العاصمة الخرطوم، مشيرا إلى أن المضادات الأرضية لقوات الدعم السريع تتصدى لغارات جوية يشنها الطيران الحربي التابع للجيش في عدد من المناطق بالخرطوم. كما أفاد مراسلنا بأن مقاتلات حربية تابعة للجيش السوداني قصفت مواقع تمركز قوات الدعم السريع بشارع نيل في مدرمان غرب، كما سمع دوي انفجارات وأصوات أسلحة ثقيلة صباح اليوم جنوبي الخرطوم، مع تجدد للمعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وينضم إلينا عبر الهاتف من بور السودان السيد أحمد آدم بخيت وزير التنمية الاجتماعية في السودان. سيد آدم، أحييك على الجزيرة مباشر. إذن توقيع وقف لإطلاق النار جديد بين الجيش والدعم السريع لمدة خمسة أيام، لكن سؤالي، الهدنة السابقة سبعة أيام هل نجحت بالفعل بشكل أو بآخر في إدخال يعني ما يتم إدخاله من مساعدات في الوصول إلى المنقطعين عن الحياة إذا صح هذا التعبير، وخروج المواطنين من الخرطوم إلى أماكن أخرى أم لا؟ يعني تقييمك للهدنة السابقة سيادة الوزير. مرحبا بك وأحيي مستمعي قناة الجزيرة مباشر. احنا في اللجنة العليا لمعالجة الأوضاع الإنسانية كنا قبل توقيع هذا الاتفاق كنا نعمل بجد ونشاط لتوصيل المساعدات للمتأثرين بهذه الأحداث حتى خارج الخرطوم، المناطق التي نزح إليها النازحون في الجزيرة، في النيل الأبيض، في النار، النيل الأزرق، القضارف، في نهر النيل في الشمالية، في بور السودان، كل هذه المناطق وغيرها شهدت نزوح أعداد كبيرة من الهرب من الوضع الأمني المأزوم في عاصمة البلاد. احنا ظلمنا نرفض كل ولايات السودان بالمساعدات الصحية، وصلت كلها ما عدا ولايات دارفور طبعا،
كل هذه الولايات وصلت لها المساعدات الصحية وساهمت في استقرار الوضع الصحي في البلاد. وبدأنا في المساعدات الإنسانية، الغذاء تحديدا، أرسلنا بعض المساعدات وصلت النرمان وذات المرسلة من قبل وكالة. طيب مع الوزير، عفوا للمقاطعة، ما حجم المساعدات التي قدمت حتى هذه اللحظة للسودان التي وصلتكم بالفعل؟ وصلتنا حوالي 1200 طن من المساعدات، معظمها وصلت، معظمها صحية بالطبع، وصلت الولايات كما ذكرت، كل ولايات السودان ما عدا دارفور وجزء من كردفان، اللي هي حوالي 530 طن بمساعدات طبية تم توزيعها. والمساعدات الإنسانية أيضا وصلت، تم توزيع أعداد مقدرة في ولاية البحر الأحمر في مدينة بور السودان لأنها أيضا متأثرة بالنزوح، وفيها ما أقل من 8000 أسرة نزحت أو وصلت وهي تسكن مع الأسر من أبناء المنطقة في بور السودان. مع الوزير، لذلك عفوا، ما هي أكثر الدول المانحة أو أكثر الجهات المانحة حتى الآن لمساعدات للسودان؟ كل الدول العربية ساهمت مساهمات مقدرة، قطر طبعا، الإمارات، السعودية، سلطنة عمان، البحرين، مصر، تقريبا البحرين ومصر والأردن، بالإضافة لدولة الهند. لكل هذه الدول ساهمت مساهمات مقدرة، مقدرة صحيح بتتفاوت هنا وهناك، لكن مساهمات مقدرة في المساعدات الصحية والغذائية أيضا. من المشرف، من الذي يقوم باستلام، ما هي الجهة، عفوا سأعود إليك سيد، المنظمات، سيد آدم، ما هي الجهة التي تقوم باستلام هذه المساعدات وبعد ذلك تقوم بتوزيعها؟ يعني ما هي الجهة المشرفة على هذا الأمر؟ هي اللجنة العليا لمعالجة الأوضاع الإنسانية، هي التي تشرف وتنسق كل هذه المجهودات. هناك منظمات عربية لها شركاء وطنيين، وهناك منظمات أيضا أجنبية لها شركاء وطنيين بتطلع بمهمة التوزيع، لكن تحت إشراف وفي إطار خطة اللجنة العليا لكي تسد فجوة الاحتياجات. من يترأس اللجنة العليا مع الوزير؟ من يترأس هذه اللجنة؟ رأسها أنا شخصيا. أنت تترأس هذه اللجنة شخصيا، تمام. أنا عايز أسألك، مش عارف عندك معلومات فيما يخص النازحين ولا، لأن الأمم المتحدة أو يعني بعض المؤسسات التابعة لها تتحدث عن 1,400,000 سواء داخل نزحوا في الداخل السوداني أو خرجوا حتى من السودان للدول المجاورة، 1,400,000، فهل لديك يعني أرقام مختلفة عن هذا مع الوزير أم لا؟ الأرقام التي بحدث لها أقل من هذا الرقم ذات النازحين صحيح، في ولايات وصلت 650,000 أسرة ذات الجزيرة، و60,000 أسرة ولاية نهر النيل، و35,000 ولاية النيل الأبيض، وهنالك ولايات أقل، لكن المجموع سيكون أقل من هذا العدد بكثير. لا يعني كده حضرتك بتتكلم في ارقام كبيره، 650,000 اسره و60 و35، لو حضرتك بتحسبها بالاسر يبقى الارقام حتى اكبر من ما ذكرنا. معدل متوسط الاسره خمسه اشخاص. معلش انا ممكن اكون سمعت من حضرتك غلط، حضرتك بتقول اني قلت لي في 650,000 اسره في خمس اشخاص، ده رقم كبير برضو يعني مع الوزير، يعني الرقم الاجمالي، يعني عندكم رقم اجمالي؟ 600 نعم
هل هناك رقم إجمالي لعدد الذين نزحوا في الداخل السوداني من الخرطوم أو خرجوا خارج السودان بأكملها؟ الولايات في دارفور لم مقطوع عن الاتصال زي الجنينة، ما عندنا إحصاءات عليها، ما قادرين نتواصل مع الضحايا هناك والمتأثرين، وكذلك زالينجا وفي دارفور أيضا ما عندنا إحصاءات لأنه حصلت هذه الأحداث ومقطوع الاتصال منها تماما، لذلك لا نستطيع أن نعطي رقم يعني كلي. طيب، التفاوض الآن الذي يجري في جدة وأنت يعني مسؤول داخل الحكومة السودانية الآن، هل التفاوض على هدن إنسانية فقط أم من الممكن بعد هذه الهدنة أن نرى تفاوضا سياسيا في جدة مع الوزير؟ حتى الآن التفاوض على هدنة إنسانية لتحسين الوضع الإنساني ولإيصال المساعدات للمتأثرين ولتحسين الوضع الإنساني، هذا هو المقصود حتى الآن وهدف التفاوض حتى هذه اللحظة. هل هناك أطراف أخرى من الممكن أن تنضم لعملية التفاوض في جدة خلال الفترة القادمة مع الوزير؟ التفاوض حتى الآن محصور بين الطرفين المتقاتلين، لأنه المطلوب تحسين الوضع الأمني لتحسن الوضع الإنساني، لذلك لا حاجة في هذه الفترة لأي أطراف أخرى ليست ذات صلة بالوضع الأمني. من أين تعمل الحكومة الآن مع الوزير؟ يعني من أين تعملون؟ كلكم موجودين في بورت سودان أم في أماكن أخرى يعني؟ الحكومة موجودة جزء في بور السودان، جزء في ود مدني، جزء في نهر النيل، وجزء في الخرطوم. يعني احنا كلجنة كنا ايضا موزعين في هذه المناطق، وبنعمل مجموعات على الواتساب وندير شغلنا في لقاءات واجتماعات عبر السوشيال ميديا، والحكومة كلها تعمل بجد ونشاط لسد الفجوات التي يعني برزت هنا وهناك. هل هناك شخص محدد هو من يدير الحكومة السودانية الآن مع الوزير أم لا؟ هنالك رئيس وزير مجلس الوزراء، وزير مجلس الوزراء مكلف ويطلع بمهام رئيس الوزراء، هو يدير الجهاز التنفيذي وينسق مع الإخوة في المجلس السيادي لكي يدير الأمور جملة وتفصيلا. شكرا جزيلا لك سيد أحمد آدم بخيت، وزير التنمية الاجتماعية بالسودان، كنت معي عبر الهاتف من بورت سودان. وينضم إلينا الآن عبر الإنترنت من لندن الكاتب الصحفي خالد العيصر. سيد خالد، أحييك على شاشة الجزيرة مباشر، وأبدأ معك من هذا الخبر الذي جاءنا قبل قليل المتعلق بتوقيع اتفاق هدنة جديدة لمدة 5 أيام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. من وجهة نظرك، ما الذي يعنيه هذا؟ هل يعني أننا من الممكن أن الأمور تتغير قريبا من هدنة إنسانية وتوقيع اتفاق لهدنة إنسانية، ثم بعد ذلك تكون هناك خطوة للأمام لتفاوض سياسي ينهي هذه الحرب في السودان أم لا؟ تحية لك أخ أحمد ولكل مشاهديكم الكرام. بالتأكيد فلنبدأ من فكرة الهدن نفسها. هناك أكثر من 7 هدن حتى تلك التي تنتهي بعد قليل هي 7، وكل 7 هدن كانت غير يعني منضبطة دعني أقول، ولكن هذه الهدنة ربما مربوطة بشرط أساسي وهو خروج قوات الدعم السريع من المستشفيات والمنازل. إن قدر لهذه الهدنة أن تسير كما رتب لها، لابد أن تتبعها عمليات أخرى في سياق طي ملف الحرب ابتداء، ودمج قوات الدعم السريع داخل مؤسسة الجيش، لأنه هذا القرار ربما لا رجعة فيه، وبموجب مقتضيات أو مقتضيات القرارات التي أصدرها رئيس مجلس السيادة. وبالتأكيد بعد ذلك ربما يدور حديث حول العملية السياسية، لكن أنا في تقديري الشخصي أن العملية السياسية في هذه المرحلة لن تكون مدرجة من الأجندات المطروحة، وحتى الهدنة نفسها هي هدنة إنسانية لمرور الغذاء والدواء وليس طيب لإيقاف قضية الحرب وقضية الدم. يعني سامحني سيد العيسر، أي حديث عن عملية متى ستدرك الأطراف المتحاربة في السودان خطورة الأوضاع؟ يعني احنا النهاردة بنتكلم عن أكثر من 1,000,000
نزحوا من الخرطوم سواء داخل السودان أو خارج السودان. الأمم المتحدة تتكلم عن 1,300,000 1,400,000، رقم خطير. الخرطوم تكاد تكون يعني انهارت فيها كل الخدمات الرئيسية، مياه، كهرباء، مستشفيات إلى آخره. متى يدرك الطرفان يعني خطورة ما يحدث ويتوقفوا ويقولوا تعالوا نتحدث، نتفاوض، نرى كيف تنتهي هذه الحرب بشكل سلمي؟ لم أكن محظوظا في المشاركة عبر شاشتكم المحترمة والمشاهدة طوال فترة هذه الأزمة. ربما هناك بعض الملفات التي يجب تسليط الضوء عليها الآن حتى تكون والمشاهد الكريم في صورة في يعني إضاءة، حتى تكون في الجو العام في السودان. أخي أحمد، هذه الحرب هي حرب مصيرية، يكون السودان أو لا يكون. قوات من رحم المؤسسة العسكرية مدججة بالأسلحة المدفوعة من ضريب من مال الشعب السوداني، كل العتاد العسكري الذي هو ملك للشعب السوداني، الذهب الذي كانت تقتاد عليه قوات الدعم السريع وقياداته ورموزه القبليه وتلك العسكريه المنضبطه هم من مال الشعب السوداني. لديها كوادر ليست سودانيه، هذا ليس زعم وانما واقع. دوله تشاد حتى امس تتلقى عدد من الهاربين من ابناء قبائل في امتدادات افريقيا، في النيجر، في افريقيا، في داخل، في قلب افريقيا. هذه المعركه اخ احمد ولفائده مشاهديكم الكرام هي معركة السودان الأكبر على مر التاريخ منذ أن خلق الله الأرض في السودان، لأنه إذا لم يكتب للجيش السوداني أن ينتصر في هذه المعركة فإنك ستشهد كل التنظير الذي كان يضرب فيه. اسمح لي سيد خالد، عفوا للمقاطعة، على ما يبدو أن المجتمع الدولي بأكمله من خلال مؤسساته، الاتحاد الأفريقي، الأمم المتحدة، مجلس الأمن، كل هذه المؤسسات غير الدول قالت أن هذه المعركة، هذه الحرب لا 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 كاسف فيها، الجميع فيها خسران. هل اكتشف احد، هل استيقظ صباحا احد فاكتشف ان هناك قوات تسمى الدعم السريع لديها كل هذه الاسلحه وكل هذه التموقعات وكل الذهب وكل الاموال التي تصرف من الجيش من جيب الشعب السوداني كما تقول انت الان؟ هل هذا كان اكتشاف مفاجئ أم كان جزء من الدولة السودانية عبر عنه في حوار معي أنا شخصيا الفريق أول بران وقال أن الدعم السريع من رحم المؤسسة العسكرية؟ أنا لا أتوافق مع البرهان في ما ذكر، ربما نختلف في بعض القضايا. وحتى تكون في الصورة أيضا، أنا كتبت في عام 2013 حتى لا تفتكر أنني أتحدث الآن عن أمر طارئ، ومنعت من دخول السودان بقضايا عندما كتبت عنوان لمقالة في القدس العربي تحت عنوان التاريخ الرئيس البشير عندما يعلم أن التاريخ لن يرحم، ولك أن تطلع على هذا المقال في صحيفة القدس العربي في عام 2013، وكنت أتحدث عن مخاطر قوات الدعم السريع، أتحدث قبل 10 أعوام مضت. ومن ثم لا أجد عذر يا أخي أحمد للبرهان وكل الحكومات التي تعاقبت بحمدوكا وبحريتها وتغييرها وببرهانها لكي ألغي أهرب من هذا السؤال. هذا السؤال منطقي وموضوعي، أنا لم أتفاجأ بتلك قوات الدعم السريع، ولكن ربما تفاجأ بها البرهان، ربما تفاجأ بها البشير، ربما تفاجأ بها الشعب السوداني في 15 أبريل. لكن هل يعقل أخي أحمد أن تكون هناك قوات من رحم الدولة السودانية وتخدم الهم الوطني السوداني، تخرج البيوت المواطنين العزل من بيوتهم وتنهب وتسرق الأسواق؟ من أعطاهم الأموال؟ من أدخلهم بالآلاف إلى العاصمة السودانية وجعلهم هم مسؤولون عن القيادة العامة وعن القصر الجمهوري وعن المطار؟ من فعل ذلك؟ لا يجب أن نلقي باللائمة على شخص الفريق البرهان فقط لا غير، كانت هناك دولة قائمة سيد خالد. قبل أن نكمل معك حتى يعني نوازن الأمور، ينضم إلينا عبر الإنترنت من لندن المهندس عمار حمودة، القيادي بالتجمع الاتحادي، الناطق الرسمي لقوى الحرية والتغيير بالخارج. باشمهندس عمار، أنا أعتقد أن السيد خالد العيسر قال كلمة مهمة الحقيقة، أنا أريد أن أناقشها معك. وصف هذه الحرب بأنها حرب مصيرية يجب أن ينتصر فيها الجيش السوداني لتكون هناك دولة سودانية من الأساس يتم الحديث عنها، إذن يجب أن تستمر إلى نهايتها، يجب الانتهاء من فكرة الدعم السريع وإدماجه طوعا أو كرها داخل المؤسسة العسكرية. تتفق مع طرح السيد خالد العيسر؟ مرحبا بك وبضيفك وبجمهورك العزيز. دم السوداني الذي يسيل نترحم عليه، ونتمنى أن تقف هذه الحرب اللعينة اليوم قبل الغد. إذا كان الأستاذ خالد يرى أنها مصيرية، فإن القادة الذين أشعلوها أنفسهم أحدهم قال أنها عبثية،
والآخر ذكر أنه لا منتصر فيها، فلا أدري إذا كان هؤلاء هم الطرفين المتقاتلين، فكيف يكون التوصيف بأنها حرب مصيرية؟ ليس هناك حرب مصيرية داخل الدولة يمكن أن تتم بالطريقة التي يموت معها كل سكان العاصمة أو يهجروا أو تهد، أو هذه التكلفة العالية من الأمور. كان من المأمول أن نصل إلى جيش مهني موحد عبر اتفاق وعبر عملية متراضى عنها بجداولها الزمنية بطريقتها المتبعة في هكذا أمور عالمية. نحن لسنا بدعا في العالم ولسنا أول حرب داخلية، ولذلك من المأمول أن تتم هذه المسألة، والتي سوف نسعى بعد جهد طويل وبعد دماء كثيرة إلى إعادة اختراع العجلة بالذهاب إلى المفاوضات والبحث عن هدنة وراء الأخرى وإيقاف صوت السلاح، ومن ثم الجلوس في طاولة مفاوضات. لكن اسمح لي باشمهندس عمار، هذا الكلام من الممكن أن يكون منطقي، لكن بعد الذي حدث البعض اليوم يتحدث على أن الدعم السريع يستخدم المستشفيات، دخل إلى البيوت، تعرض للأعراض. أنا لا أقول أن هذا الكلام صحيح أو خطأ، أنا أنقل لك ما يقال وما يصلني من 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 رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي. فالبعض يقول كيف لدولة أن تستمر وهناك قوات مسلحة بهذا الشكل تتواجد في الشوارع والأزقة والمنازل، أو حتى يتم التفاوض معها؟ يتم التفاوض معها على ماذا؟ قولا واحدا، الانتهاكات سواء كانت في اقتحام البيوت، المستشفيات، المرافق العامة، أو استخدام وسائل عامة هي ملك مشاع للجمهور السوداني والدولة السودانية، قولا واحدا هذا مدان. هذه مسألة ليس فيها منطقة وسطى، هذه مدانة مثلها مثل غيرها من قصف المدنيين أو القصف بدون نظر لوجود مدنيين في مناطق القصف. هذه مسائل من الجوانب الحرب، ولكن نحن علينا أن نتحدث عن إيقاف الحرب نفسها. هذه المخالفات كلها عبارة عن انتهاكات مدانة، ولكن الأجدى أن نذهب في أن نحل المشكل السياسي الذي أوجد هذه الحرب. هذه حرب ومواجهات بسلاح، وللأسف هناك دعوات للتسلح الجمهور والمواطنين، هذا أمر غاية في السوء، إضافة إلى ظهور أمور أخرى متعلقة بالاختطافات أو الاعتقالات السياسية، أمور يعني كلها تصب في أننا نذهب إلى حرب بكامل عتادها السيء من إزهاق للنفس وتعطيل الحريات وتسميم للجو العام. طيب. وفقداننا للحريات العامة إثر ثورة ديسمبر بعد أن ألقينا نظاما ديكتاتوريا، التسويق للديكتاتورية الجديدة وكأنها منقذ للسودان من الحرب الموجودة. هذه مسألة غاية في الدقة، أننا يجب أن يكون هناك صوت مدني للحفاظ على حق الشعب السوداني في أن يقول كلمة. أستاذ خالد العيسر، عفوا، يعني أنت أدرى مني حتى بالأمر المتعلق بدماء الناس وأرواح الناس، وأنا في بعض الأحيان تعلو حتى على المقدسات الدينية والإسلامية والكعبة المشرفة. كيف ببساطة شديدة نقول أن هذه حرب مصيرية وحرب مقدسة، وهي يراق فيها دماء السودانيين أيا كان، وهي فيها النهاردة 1,400,000 سوداني نازح ومشرد داخل السودان أو خارج السودان؟ أين المصيرية في هذا الأمر؟ أين حرمة دماء؟ أما من الأفضل أن يتراضى السودانيون على حل، ولو كان حتى حل طويل الأمد، لحل إشكالية الجيش والدعم السريع وكل هذه التحولات؟ لعلك أخ أحمد تتابع. أولا دعني أرحب بضيفك الأخ الصديق عمار ابتداء. لعلك تعلم أخ أحمد أن الإخفاقات التي ارتكبت في حق الشعب السوداني الآن ربما يعني يندى لها الجبين ابتداء، ولا أحد في هذه الكرة الأرضية يرغب في أي حرب أيا كان شكلها بالتأكيد، هذا ابتداء. ولكن عندما تكون الحرب مفروضة تصبح عملية التراجع منها يعني تخاذل. وأنت هنا أنا أتحدث إليك عن من عد لهذه الحرب، لا بد، لأن الأخ عمار تحدث عن الملف السياسي. الذين عدوا للحرب هم الذين شحنوا قوات
الدعم السريع لأكثر من أسبوع، 4 أسابيع، 5 أسابيع وربما أكثر، من مناطق مختلفة من السودان، وتسللوا إلى الخرطوم عبر شاحنات وعبر باصات، وتم تأجير منازل في مناطق مختلفة من الخرطوم. اتضح الآن الوضع بصورة واضحة للشعب السوداني. وأيضا تمت عملية إدخال قوات مدججة بالأسلحة إلى مطار مروي، وهذا في الإعداد. هذا يشير إلى من الذي بدأ. أين كانت أجهزة المخابرات والجيش سيد خالد؟ أما سأجيب على سؤالك أيضا. أما قضية الملف السياسي، تعلم أن هناك ارتباط وثيق بين القوى المدنية الممثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير التي يتحدث باسمها الأخ عمار، وقوات الدعم السريع فيما عرف بالاتفاق الإطاري الذي عزل قوات الدعم السريع من الرحمة الدولة الأم لعشرة أعوام بعد قيام الانتخابات، يعني خلال دورتين انتخابيتين ونصف. وأنا أتحدث إلى الأخ عمار ونحن نعيش في بريطانيا في لندن، أي ديمقراطية في ويستمينستر تلك التي تشرع لوجود جيشين أو جيشان في دولة واحدة كما وعد بريطانيا؟ وأيضا هذا السؤال مردود الذي يتحدث عن أن القوات التي كانت شريك في عملية التحول الديمقراطي يجب أن يستحي على هذا القول. هذه القوات التي تخرج المواطنين من دورهم وتفرق الموروث الثقافي، دعني أكمل الجزئية، هذه مهمة للغاية لأنها تشير نصا. أنا معي ضيف من المملكة العربية السعودية يعني يستمع إلى القوات منذ فترة طويلة، لكن أنت لم تجب عن سؤالي سيد خالد، لأني هذا أنا واجهت السيد عمار بمسألة المنازل واحتلال المنازل كما يقال من قبل الدعم السريع، لكن كان سؤالي واضح. كل ما يحدث هل هو يعني بشكل أو بآخر يضاهى أمام يعني ملايين الملايين الذين سيشردون الدماء التي تسال هدم الدولة السودانية؟ يعني من سيحكم هذه الدولة المنهارة بعد ذلك من وجهة نظرك؟ أحمد، من الذي خرج المواطنين من دورهم ويريد أن يعمل إحلال وإبدال؟ كيف تشرعن فكرة أن يأتي مواطن من قلب أفريقيا؟ أنا لا أقول أن الدعم السريع كله أجانب، الدعم السريع فيها نسبة 80% سودانيين مثل الأخ عمار، ولكن ثبت أن هناك عناصر أجنبية. السؤال الذي أريد أن أختم به وأتيح لك الفرصة، كيف القوات تريد أن ترسخ لقيمة ديمقراطية، أن تحرق المتحف القومي وتنهب الآثار وتمحل الارشيف السوداني من الذاكرة الإنسانية؟ ابقى معي. هذا مخطط خطر أحمد، هذا مخطط لمحي السودان من الخارطة، وأي شخص يتضامن مع هذه القوات هو يتضامن عمليا مع محو الذاكرة السودانية من الخريطة السودانية وعملية إحلال وإبدال. ليس الوقت انتهى، الوقت انتهى سيد عمار في 30 ثانية، لو لك تعقيب قبل أن أذهب لضيف السعودي اللي أنا أعتذر منه للحقيقة. جدا، الموضوع غاية في البساطة. الأخ خالد طرح ادعاء ثم بنى عليه الاتهامات وقال ما يريد أن يقوله. الطرح ابتداء غير سليم، أن هناك مساندة وأن الديمقراطية تمر عبر البندقية. ذكرنا لك أستاذ خالد مرارا أن الديمقراطية لا تمر عبر البندقية إطلاقا مهما كان، هذه واحدة. المسألة الثانية، الكذبة التي تردد بأن الحرية والتغيير هي حليف أو ظهير سياسي للدعم السريع، لا، ما عادت تنطلي على أحد. هذه مسألة قيلت بترويج معين ولم تأتي كلها. الحرية والتغيير وضعت برنامجها السياسي قبل أن تقوم الحرب، بما فيه أن تدمج قوات الدعم السريع داخل القوات المسلحة. هل هناك أوضح من ذلك؟ ولكن الادعاءات مثل هذه أن الاتفاق الإطاري هو السبب في كذا وكذا، الجيش وقع على الاتفاق الإطاري ولم يعترض على توقيع الدعم السريع، والاثنين وقعوا، وقبلها حميتي كان يمثل كامل المؤسسة العسكرية في الوثيقة الدستورية. لماذا لم تعترضوا على ذلك أنتم كشخصيات صحفية؟ لأن ذلك كان برضا بكافة الأطراف. نعم نعم، أنا متأسف لضيق الوقت. سيد عمار حمودة الناطق الرسمي لقوى الحرية والتغيير بالخارج، الكاتب الصحفي السيد خالد الأيسر، كنتما معي من لندن. وينضم إلينا الآن عبر الإنترنت من الرياض الدكتور عبد الله العساف، أستاذ الإعلام السياسي. دكتور العساف أحييك. البعض من الممكن يرى أنه نجاح جديد للوساطة السعودية الأمريكية في يعني بشكل أو بآخر في دفع الطرفين المتحاربين في السودان لهدنة جديدة لمدة 5 أيام، لكن الحقيقة في المقابل البعض يقول أنه لم تكن هناك هدنة من الأساس حتى نوقع على هدنة جديدة، لم تكن هناك آليات واضحة للوقوف على من الذي لا يحترم هذه الهدنة. هل هذا الكلام صحيح بشكل أو بآخر دكتور عبد الله أم لا؟
مساء الخير أستاذ أحمد لك والمشاهدين الكرام. في اعتقادي أنه الذهاب لنعم أو لا، أنا أعتقد أنه مجافاة للحقيقة، لأن الأمر حتى الآن لم يتضح. الوضع داخل السودان ما يزال معقد بشكل كبير جدا، والذهاب إلى نعم قد تغضب ربما أحد الطرفين المتنازعين، وربما ينسحب من هذه المفاوضات ونخسر التواصل معه مستقبلا. كان هناك هدنة، كان هناك اشتراطات، لكن ربما الظروف العامة في السودان لم تتح للميسرين أن يكون طرفي مراقبة كاملة لما يحدث في السودان. ونحن نعرف مثل هذه الصراعات يكثر فيها الاختراقات ويكثر فيها تبادل الاتهامات، لكن وصولهم إلى تجديد الهدنة أيضا لخمسة أيام أخرى نقول لعل وعسى أنها أيضا بادرة جيدة في الاتفاق وعدم مغادرة الهدنة أو عدم اليوم الاعتراض عليها. طيب دكتور عبد الله آسف، طبعا الجميع الآن يتمنى أن تحدث الهدن بشكل حقيقي على أرض الواقع، لكن هل من الممكن أن نرى يعني بعد هذه الهدن أن يكون هناك تحرك سياسي وتفاوض سياسي على إيقاف الحرب بشكل كامل؟ هل لدى الرياض ولدى واشنطن من القدرة على دفع الطرفين في هذا الاتجاه في المستقبل القريب؟ خليني أنظر لها من زاويتين. الزاوية الأولى، نعم بما يمتلكان واشنطن والرياض من قوة أنا أعتقد وقدرة أيضا، سواء بالتواصل مع الطرفين أو قدرة أخرى، سواء القدرة الاقتصادية أو القدرة لدى الطرفين، أعتقد أن هذه ربما تستخدم كورقة ضغط على طرفي النزاع. لكن البعد الآخر، أنا ما أخشى هو الانتقال من الفصل السادس للفصل السابع، حتى وان كان الفصل السابع معقد الى قدر كبير والى موافقه الخمسه الاعضاء الاخرى، وربما تعترض روسيا لوجود مصالح لها في السودان على وضعها على البند السابع، لكن ما نزال لا نريد ان يذهب بلد عربي الى هذا الفصل الذي ربما الدخول فيه سهل ولكن الخروج منه صعب. لكن أعتقد أن هناك أمور ستمارس خلف ربما خلف الستار كما يقال على طرفي النزاع من أجل التهدئة ومن أجل الانتقال إلى مرحلة التسوية السلمية فيما بينهما. دكتور عبد الله عساف أستاذ الإعلام السياسي كنت معي عبر الإنترنت من الرياض، شكرا جزيلا لك دكتور. وعبر الإنترنت من باريس ينضم إلينا الآن السيد يوسف عزت المستشار السياسي لقوات الدعم السريع. سيد عزت أحييك على الجزيرة مباشر، ودعني يعني بالتأكيد أنت استمعت لهذه الاتهامات مرارا وتكرارا، البعض يقول ما في هدنة حقيقية، قوات الدعم السريع ما زالت تحتل المشافي، ما زالت تحتل بيوت المواطنين، ما زالت تعتقل من تريد كيف يعني في أي وقت، وما حالة السيد نور الدين صلاح الدين السياسي منا ببعيد في هذا السياق؟ وسؤالي متى ستخرجون من المشافي ومن بيوت المواطنين ومن الشوارع سيد يوسف كما يقال؟ أنا طبعا أستمع لكثير من الاتهامات ولكثير من الكلام اللي بيتقال عن الدعم السريع، لكن أنا كنت في الخرطوم واستمع في نفس الوقت لهذه الاتهامات. يعني فقط أريد أن أوجه سؤال، يعني الدعم السريع يسيطر على تقريبا يعني كل الخرطوم بمغراتها الحكومية، بمعسكرات الجيش، بمغرات الشرطة، بالمدارس، لماذا؟ فقط وجه هذا السؤال يمكن أن يجاوب عليه، لماذا يحتل المستشفيات؟ يعني هذه المستشفيات عبر عنها في أول تصريح هو وكيل وزارة الخارجية اللي معروف بولاء للنظام السابق وإنه هو ممثل للبرهان، تحدث عنها في مصر. وحين لم يجد صدى لذلك ولم تتبنى الجامعة العربية هذا القرار، أصبح الاستهداف للمستشفيات لإثبات أن الدعم السريع يسيطر على المستشفيات. أنا كنت في الخرطوم ولدي تجربة بهذا، أنا أعمل في الجانب بتاع الهومنيتيريان طيلة وجودي في الخرطوم حتى غادرت. كان قالوا إن الدعم السريع سيطر على مستشفى الخرطوم التعليمي، أنا تواصلت مع أشخاص لديهم علاقة بالمستشفى وسألتهم هل فعلا، قالوا نحن سمعنا كما سمع الآخرين. تحدثوا عن مستشفى شرق النيل، أنا شخصيا تحركت من منطقة شنبات، عبرت بحري كلها وذهبت إلى شرق النيل إلى المستشفى، وجدت حالة مختلفة تماما، وجدت جرحى من الدعم السريع، جرحى من القوات المسلحة يتعالجون في المستشفى، وجدت شباب من أبناء شرق النيل من الحي فيهم لجان مقاومة، فيهم شباب، فيهم شابات يعملون متطوعين، يتبرعون بالدم، يحشدون للمعالجة، يحملون الجرحى، يعملون كخلية طيب. نحل.
في المستشفى، وجدت مرضى، دعني اكمل هذه الفكره، وجدت مرضى من شرق النيل، من مناطق اخرى، وجدت الشباب متطوعين ياتون بالادويه من اليونيسيف، فلم يكن للدعم السريع كغوات داخل المستشفى اي وجود. تم تصوير الامر ان الدعم السريع يسيطر على مستشفى شرق النيل، حولها الى خليه عسكريه، الى مقر للسلاح، ثم بعد ذلك تم ضرب المستشفى بالطيران. هذا كان تمهيد. هذه هي الحقيقة التي يعلمها الناس، أنه يتم ترويج لهذه الدعاية السيطرة على بيوت الناس. أنا موجود في الخرطوم، ليس للدعم السريع وقت، ولا جندي واحد وقت أن يستريح فيه داخل بيوت وأن يجبر آخرين لعمل الطعام. سيد يوسف، أنت في باريس، لست في الخرطوم الآن، فكيف ستعرف أين؟ عندما كنت في الخرطوم، نعم، عندما كنت في الخرطوم هذه تجربتي. الآن أنا في باريس أتابع، هنالك قوة أكثر من 2700 تتبعون لشخص اسمه جوني عسيل، هو من الآن هو مع البرهان داخل القيادة العامة. هذه القوة أحضرت من دارفور، وهم يرتدون زي الدعم السريع، ولديهم سيارات عليها لوحات الدعم السريع، ويقودهم ضابط في الاستخبارات العسكرية، يستهدفون بيوت، مثلا بيت عبد الله خليل، مثلا بيت بورتوم، بيوت رموز في سيد السودان. يوسف، أنت ذكرت لي منذ قليل أنكم يكاد تكونون مسيطرين على الخرطوم بأكملها، يعني اسمح لي، ازاي مسيطرين على الخرطوم وازاي في اكثر من 2000 جندي يرتدون ملابس الدعم السريع ويتجولون ليسرقوا المنازل ويتعرضون لاعراض السودانيين والسودانيات؟ يعني بالتاكيد انتم تستطيعون السيطره عليهم. هؤلاء تم ادخالهم، دعني اقول لك، هؤلاء حسب المعلومات المتوفره تم ادخالهم قبل فتره، لانه هذه المجموعه التي دبرت للحرب هي خططت لكل شيء. هؤلاء هم نفسهم الذين ضربوا السفارات الأجنبية في اليوم الثاني للحرب، وتصدى لهم الدعم السريع، وعين وهو محدد لحراسة كافة السفارات التي قبلت بحماية الدعم السريع. هؤلاء منتشرين، لا يمكن تمييزهم من الدعم السريع، لأنهم يرتدون زي الدعم السريع، يتحركون في مجموعات. ليس للدعم السريع قدرة على إيقاف سيارة أمام كل عمارة أو بيت تركه صاحبه، هذه ليست الدعم السريع، طيب ليس انا الشرطة يعني لم يخ... انا عارف ان وقتك قليل، وانت حتى يعني خرجت من اجتماع للتو لاجراء هذه المقابله، الحقيقه انا بشكرك على هذه البادره. فده يعني دعني اذهب سريعا لموضوع اخر، موضوع الهدنه. وقعتم على هدنه يا سيد يوسف لمده 5 ايام، هل كان فيها شرط؟ هذه الهدنه كان فيها شرط اساسي من قبل الجيش بخروج الدعم السريع من المستشفيات وبيوت المنازل؟ هل قدم الجيش هذا الشرط؟ هو ليس للدعم يعني ليس للجيش ان يستخدم هذا الشرط، لان هذا الشرط ان يقبل الدعم السريع بالخروج من المستشفيات، هذا يتطلب اولا اثبات ان الدعم السريع داخل المستشفيات. الدعم السريع ظل ينفي انه ليس جزءا من داخل المستشفيات، وليس طرفا في لكن هو ما هذا النوع قدمش شرط. انا بس خلاص، موضوع المستشفيات واضح، ما قدمش شرط الجيش، ما قدمش شرط بهذا الشكل في مفاوضات جدة. لا، الجيش يتحدث هذا في الاعلام، لكن عمليا لا يوجد اي اثبات لان الجيش ان هنالك وجود للدعم السريع في المستشفيات، وهذا يتطلب ايضا تحقيق من اللجنه التي تتابع عمليه تنفيذ الهدنه او مراقبه الهدنه. يجب ان تذهب الى الارض اولا لتعرف من يسيطر على ماذا، اين وجود القوات، اين الجيش، اين الدعم السريع، اين تواجد الدعم السريع. هذه مساله تساعد كثيرا في انه تحديد من يخترق. نحن ليس لدينا مانع ان يكتب اخلاء جميع المستشفيات من القوات النظاميه او من قوات الجيش والدعم السريع، هذا ليس لدينا فيه مشكله، ليس للدعم السريع مشكله، لانه ليس لديه اي رغبه في السيطره على المستشفيات او غيره. هذه دعايه اعلاميه تستخدم كبروباغندا للحرب، لكن عمليا لا يستطيع احد ان يثبت ان الدعم السريع بعد التوقيع على الهدنه، هدنه 5 ايام، هل سيكون هناك يعني في القريب العاجل أي تفاوض سياسي على إيقاف الحرب بشكل نهائي بينكم وبين الجيش السوداني؟ ظلت قيادة الدعم السريع تؤكد باستمرار أن السبب في هذه الحرب سبب سياسي، اختلاف وجهات النظر بين من يريد التحول الديمقراطي ويدعم المسار السياسي، وبين من يريد المحافظة على السلطة وتحالف مع مجموعات تريد العودة إلى السلطة بالقوة. ليس لدى الدعم السريع أي رغبة في مواصلة الحرب، والرغبة الأكيدة للدعم السريع وهذا ما نعمل له هو العودة للمسار السياسي، هو العودة للتحول الديمقراطي، لأن هذه الحرب هذا هو سببها. فالحرب تتوقف بين الدعم السريع والجيش
كقوتين متحاربتين الآن، لكن الحل النهائي لهذه المسألة حل سياسي يقود إلى جيش واحد مهني، يقود إلى تحول ديمقراطي، يقود إلى حكومة تكمل الفترة الانتقالية، حكومة مدنية، يقود إلى انتخابات. هذه هي قضية الشعب السوداني، وهذا ما يناصره إذن أنتم الدعم لا السريع. تمانعون في الدعم السريع أن يتم الجلوس بشكل مباشر مع الفريق البرهان وبقية قيادات الجيش على الوصول لاتفاق سياسي ينهي هذه ليس الحرب؟ هنالك اتفاق سياسي، دعني أوضح، ليس هنالك اتفاق سياسي بين قيادة الجيش وقيادة الدعم السريع. الاتفاق السياسي يتم بين السودانيين، بين القوى المدنية السياسية السودانية. هذه قوات تم النص على أن الجيش والدعم السريع يخرجون تماما من العملية السياسية. هذا ما تم الاتفاق عليه. ليس هنالك تفاوض بين الجيش والدعم السريع على أنا أي قضية أتحدث عن سياسية. تفاوض لإيقاف الحرب وليس تفاوض، يعني عفوا أنا قلت السؤال غلط، وليس تفاوض نعم سياسي، تفاوض لإيقاف الحرب. نعم هل لديكم أي نعم مانع من نعم الجلوس مع البرهان لإيقاف هذه الحرب؟ نحن نعمل الآن مع ممثلين نعتقد أو نفترض أنهم هم يمثلون قيادة الجيش. هذاك وفد من الجيش في جدة، هنالك وفد من الدعم السريع في جدة، يتفاوضون على إيقاف الحرب. إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار وبعد ذاك الانتقال للعملية السياسية، أعتقد إذا هذا يحتاج أن إثبات من يقود الجيش الآن. نحن نشك أن البرهان لديه قدرة أو يعلم ما يجري حول الجيش أو لديه طيب قدرة على إدارة الجيش. إذا أثبت البرهان التزاما بوقف إطلاق النار، إذا أثبت أنه هو القائد الفعلي للجيش في هذه المرحلة، لأنه فشل طيلة الفترة الماضية في إثبات ذلك، لا هو لا الناطق جميل. الرسمي، لا يعني طيب إذا القدرة إذا ولا بعيدا يتم. عن هذه عن التفاصيل، إذا أثبت ذلك، هل سيجلس الفريق حميتي مع الفريق البرهان لوصول للحل النهائي وإيقاف هذه المعارك؟ هل تقبلون بهذا الأمر؟ الفريق حميتي لديه من يمثله في وقف إطلاق في اللجنة، آه. ولديه ما البرهان لديه ما يمثله في هذه اللجنة. فهذه مسألة متروكة للقيادة، متى ما رأى حميتي أو البرهان إذا أثبت أنه هو القائد طيب الفعلي للجيش، هذه مسألة تقررها قيادة الدعم السريع أن تجلس أو لا. إذا لكن في النهاية أهدافكم لدينا من هذه الحرب سيد واحدة. يوسف أهدافكم فشلت. كان الهدف الرئيسي للفريق حميتي أما خرج معنا في أول يوم من هذه المعارك قال إنه عايز يقبض على البرهان، على وصفه بالخيانة وإلى آخره، أنت أدرى مني. الآن ما عندكمش مشكلة تقعدوا مع ممثلي وتقعدوا مع البرهان، إذا فشلتم في تحقيق أهدافكم حتى الآن. لا، الهدف ليس هو القبض على البرهان. شخص البرهان يمثل مجموعة هي اختطفت قرار الجيش وضربت الدعم السريع، وكانت تريد تنفيذ انقلاب لصالح مجموعة محددة معلومة للشعب السوداني. هذا من فشل هو من لم يستطع تحقيق الانقلاب، من لم يستطع إبادة الدعم السريع في 5 ساعات. من فشل هو من لم يستطع القبض على المدنيين وإنهاء العملية السياسية. ليس هنالك نصر للدعم السريع يريد تحقيقه. النصر الوحيد في هذه العملية كلها هي إفشال الانقلاب والعودة لمسار التحول المدني. هذا هو ما يريد تحقيقه الدعم السريع. إذا فشلنا في هذا، لكان انتصر البرهان وأعلن نفسه رئيس جمهورية، ولعاد علي كرتي وكل المجموعة، ولاستلموا السلطة. هذا ما فشلوا يا فيه. أخي يوسف، فمن الذي يعني هل تعتقد أن الناس منتظرين الديمقراطية على أرواح الناس، على أرواح المدنيين، وعلى انهيار السودان وانهيار الخرطوم، وعلى 1,400,000 الآن مهجرون خارج منازلهم سواء في الداخل السوداني أو في الدول المجاورة؟ هل تعتقد أن الديمقراطية تأتي يعني من خلال هذا الطريق؟ هذا الدعم السريع لم يرفع بندقية وقال أنا سأريد هزيمة الجيش لتحقيق ديمقراطية. من بدأ الحرب هو الجيش، من بدأ الحرب هو الذي أراد إيقاف العملية السياسية في السودان، من بدأ الحرب هو الذي أراد الانقلاب على السلطة وإعادة نظام بائد إلى السلطة. دعني أكمل الفكرة، أنه لم يبادر الدعم السريع بالحرب. الدعم السريع كان لديه خيارات عديدة، أن يوقف الحرب، أن لا يستمر فيها. بذلنا جهود لآخر لحظة، حتى يوم الجمعة الساعة 3 صباحا نحن كنا مع القوى السياسية إنه يجب الجلوس مع البرهان وإيجاد مخرج بعدم الدخول في الحرب. هذه الحرب فرضت على الشعب السوداني وفرضت على الجيش، وهنالك تنظيم، هنالك تآمر تم تنسيقه لإدخال البلد في الحرب. إذا ليس من مسؤولية الدعم السريع. الدعم السريع حين يقول إنه يقاتل من أجل الديمقراطية، إنه فعلا ضرب لأنه اتخذ موقف
حاسم في العودة للمسار المدني الديمقراطي. هذا هو سبب أي الحرب. أما أين الآن أين الفريق حميدتي؟ يعني فكرة الخروج بتسجيلات صوتية البعض حتى يشكك فيها، الرجل لم يخرج تماما طيلة أيام طويلة، وأنا هنا أتحدث عن صوت وصورة. البعض يقول، عفوا وأنا هكلمك بشكل واضح وصريح، إما أن الرجل مات فعليا أو أنه مصاب إصابة خطيرة، أم تم إخراجه من السودان بأكملها لدولة أخرى. ما حقيقة الأمر سيد يوسف؟ أكيد اوكي، اؤكد لك وعلى مسؤوليتي الشخصيه، ما زال الفريق اول محمد حمدان دقلو موجود في الخرطوم، لم يصاب ولا باذى ولا بضربه، ما زال موجود بكامل صحته، ما زال يتحرك داخل العاصمه في مدنها الثلاثه، ما زال يقود قواته. هذه مساله مرتبطه بتقديرات خاصه لقياده الدعم السريع، انه لا يظهر في الاعلام، ليس هنالك حدث يستدعي ظهوره في قنوات فضائية، لأنه هو ليس الناطق الرسمي، لأنه هو لا يعبر عن الموقف السياسي للدعم السريع، لأنه ليس مفاوض في جدة. هذه مسألة خاصة، لكن أؤكد لك حياة الفريق محمد حمدان دقلو، صحته الكاملة، ما زال هو موجود يمارس مهامه كقائد لقوات الدعم السريع. هذا ما أستطيع أن أنت في أؤكده. زيارة الآن لباريس، هل هذه زيارة رسمية يعني بشكل أو بآخر وفقا لعملك كمستشار سياسي؟ هل تقابل الساسة في باريس أو القيادات السياسية أم ماذا؟ أم يعني زيارة ليست لها نعم علاقة نعم بالخرطوم؟ نعم أنا جيت إلى باريس، وليس باريس وحدها، سأسافر سألتقي عدد من الحكومات الأوروبية. أنا الدعم السريع طرف في هذه الأزمة، الدعم السريع يحتاج أن يوضح وجهة نظري. أنا مبعوث من القائد محمد حمدان دقلو لمقابلة عدد من الأوروبيين، ذهبت إلى عدة دول. هذه الزيارات الهدف منها هو البحث عن سلام، البحث عن إجماع من هذه الدول قابلت حتى التي الآن أخي يوسف؟ هل لك أن تذكر لنا من أهم القيادات التي قابلتها، سواء قيادات غربية أو قيادات أفريقية؟ كل ذلك سيخرج في بشكل مصور بشكل معلن، كل من قابلتهم ومن سأقابلهم. أنا موجود هنا حتى يوم 1 أبريل، حتى يوم 1 يونيو لدي لقاءات مع officials، يعني رسميين في الدولة، لدي لقاء مع منظمات، لدي لقاء مع عدد من انا الناس شفت في لك فرنسا. صور مع الرئيس سلفاكير والرئيس موسيفيني، انا يعني نعم، هل يتم يعني مسألة ان الدعم السريع ليست ميليشيات ومجرد مجموعات متمردة على الدولة؟ يعني كيف تم التعامل معك في جنوب السودان او في اوغندا من قبل الرئيس موسيفيني والرئيس سلفاكير؟ نعم، أنا التقيت الرئيس الفاكر في اجتماع مطول، ناقشت معه وجهة نظرنا. هذه المسألة، مسألة أن الدعم السريع متمرد، لم تأخذ بها أي دولة. هذه مسألة، لأن الدعم السريع الآن في هي هذه حرب، طرفها الدعم السريع والجيش، قوتين سودانيات، لا يستطيع طرف أن يلغي الطرف الآخر أو يقول أن هذا متمرد. هذا خطاب إعلامي مستهلك ولا قيمة له، يعني لم يثبت، لم طيب تتعامل به أي دولة. هذا ما قابلت سلفاكير، قابلت موسيفيني، قابلت رؤساء دول آخرين طالبوا بعدم إعلان ممكن فقط المقابلة. يعني تذكر لي هذا مثال آخر غير الرئيس موسيفيني والرئيس سلفاكير قابلتهم؟ لا، لأنه هم طلبوا عدم يعني إعلان ذلك لأسباب أنهم لديهم أدوار يلعبونها، لكن هم معترفين بالدعم السريع، معترفين بأنه طرف في الحرب، معترفين أنه هو نظامية سودانية، هو لم يصنفوه ليه ما مهددا في ردتوش الدولة. انتوا كدعم سريع على مسألة إقالة الفريق حميدتي من مجلس السيادة ومن كونه نائب لرئيس مجلس السيادة؟ يعني هذه قضية ثانوية جدا. هل فعلا الآن يوجد مجلس سيادة يمارس مهامه؟ من يوم 15 أبريل لا توجد سلطة يمكن أن يعتد بها. غير هذا، أن الفريق محمد حمدان دقلو في يوم توقيع الاتفاق الإطاري اعتذر علنا عن الانقلاب، انقلاب 25 اكتوبر، وبرر ذلك بانه عاد هو للسلطه ولم يمارس اي مهام منذ ذلك اليوم، اي مهام سياديه. يعني اعتذاره يعني ان كل السلطات التي انشئت بموجب ذلك الانقلاب لا قيمه لها. ثم تعيين مارس عقار، هو شخص في الدياسبورا، يعني هو شخص خارج السودان، من اين سيمارس سلطته؟ هل سيعود الى القصر؟ فلياتي الى القصر ويمارس سلطته، فلياتي الى الخرطوم ويمارس سلطات، او يعني انتم يمارس لا سلطة السودان. تعترفون بتنصيب مالك عقار كنائب لرئيس مجلس السيادة او بتعيينه؟ لا تعترفون لا، أنا بأسفل. ليس الموضوع، ليس اعتراف، الموضوع هو الواقع الموجود الآن في السودان. هل هو واقع يسمح بممارسة السلطة السيادية لمهامه؟ هل الواقع الذي فرضته الحرب من يوم 15 أبريل وحتى الآن، هل هو واقع يمكن أن تنشأ فيه السلطة وتمارس السلطات؟ نحن نتحدث عن حل سياسي يؤسس لسلطة جديدة، يؤسس لبلد جديدة، يؤسس لتعايش سلمي بين السودانيين، يقود إلى جيش واحد. هذه حلول يجب وزارة أن تضع الخزانة على الطاولة. الأمريكية سيد يوسف
تحدثت على أن قوات فاغنر، ميليشيات فاغنر الروسية، تقدم مساعدات وأسلحة للدعم السريع في السودان. كيف تردون على هذا الكلام؟ أنا أسمع هذا الكلام في الإعلام، أسمعه وقرأته في بعض في إشارة في الخزانة الأمريكية. أنا حسب علمي في حدود تفويضي أنا أو 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 أو, أو الليفل بتاع المستوى بتاع معلوماتي أنا كشخص يعمل في مكتب محمد حمدان دقلو، أنه ليس هنالك توجه لهذا للتعامل مع فاغنر، ليس هنالك أي احتياجات اصلا ان توفرها فاغنر، لانه الدعم السريع معروف انه سيطر على منطقه الخرطوم المركزيه، سيطر على جيات، سيطر على منظومه الصناعات الدفاعيه، سيطر على كل المخزون الاستراتيجي من الاسلحه، سيطر على معسكر الدفاع الجوي بكل امكانياته. الدعم السريع بعد يوم 15 بعد هذه العمليات تحصل على اسلحه لا يحتاج الى صواريخ تمنح من 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 فاغنر. ليس هنالك اي عقد، فاغنر شركه ومعروف ان كل عقودها معلنه، ليس هنالك عقد بين فاغنر والدعم السريع، كما انه لا توجد رغبه لادخال اي طرف اجنبي لتعقيد الحرب اكثر مما هي معقده في الداخل، وهذا ما نرفضه وما نؤكده اننا لا نريد اي تدخلات في هذا الصراع السوداني. السوداني فهذه الاشياء تظل في اطار الاتهامات. لم تقومون باستخدام جنود من تشاد أو من النيجر أو من أي بلد أفريقي يحاربون معكم الآن في الخرطوم؟ يا أخي، أولا شيء الدعم السريع حتى الآن لم يستخدم أكثر من 40% من قواته داخل هذه المعارك، ما دام الدعم السريع أكثر من 60% من قواته لم تدخل أي معركة، فلماذا يحتاج إلى قوات أجنبية لتأتي وتحارب؟ هذه دول نحن نحترمها، تشاد أغلقت حدودها من اليوم الأول وأعلنت أنها ليست طرفا في هذه الحرب، النيجر ليس لديها حدود مشتركة مع السودان، وليس لديها علاقات أصلا بين القبائل أو تداخل قبلي بين السودان والنيجر، هذه اتهامات غير مسؤولة من جهات للأسف حتى الجيش السوداني في بيانات رسمية أشار إلى ذلك، أشخاص ياسر العطا هو يعتبر شخص مسؤول في الدولة يقول ذلك. هذه اتهامات غير مسؤولة وليس هنالك احتياج، هذه أشياء تاريخيا موجودة من عقلية يعني هي ظلت مسيطرة على الدولة. البرهان أرسل رسالة للأمم المتحدة الأمين العام لا يريد أن يعود فولكر للسودان مرة أخرى، هل متفقين على ده أن فولكر أساء للسودان، مال نحو يعني اتخذ بعض الخطوات والتي ساعدت على انقلابكم كما يقول خطاب البرهان على الجيش والحرب التي قيل أنكم قمتم بها يعني طيلة الشهر ونصف الماضية؟ أولا موقف البرهان من البعثة عموما هو موقف قديم، موقف ليس جديد، موقف مرتبط برفض الإسلاميين لوجود البعثة أو لوجود فولكر. بعد الانقلاب 25 أكتوبر كان أول قرار يريد أن يصدره فولكر يصدره البرهان هو طرد فولكر وإنهاء مهام بعثة اليونيتامس، لأنه بعثة اليونيتامس مرتبطة بالتحول الديمقراطي في السودان، هذا يعني دعم التحول الديمقراطي ودعم الفترة الانتقالية. البرهان كان يريد بعد الانقلاب الانفراد بالسلطة وإعادة النظام السابق، لذلك كان اعتراض يعني النائب الرئيس مجلس السيادة في ذلك الوقت انه البعثة ستساعد السودان في التحول، ستساعد السودان في دعم الفترة الانتقالية. موقف البرهان الآن هو نفس الموقف، يرى في البعثة ويرى في أنشطة أو ما يقوم به فولكر في دعم التحول الديمقراطي في دعم العملية الانتقالية التي كانت جارية يراها، ومن من يقفون خلفه يرونها أنها لا تخدم مصالحهم. فولكر كان، أنا كنت جزء من اللجنة العليا للعملية السياسية، فولكر ظل يساهم ويساهم ويساهم، لفولكر حتى آراء سلبية تجاه الدعم السريع وعبر عنها، لكن هذا لا يعني أن يطرد من السودان. نحن طرد البعثة أو إغلاق البعثة أو طرد فولكر هي عملية تؤدي إلى وقف التحول، إلى وقف التحول لسلطة مدنية، هذا موقف مرتبط بالذين يدعمون البرهان والذين تآمروا معهم البرهان. طيب سؤالي الأخير، وأنا طبعا بشكرك على وجودك، أنت يعني قلت إن أنت عايز تخرج 5 و7 دقائق وخرجت من اجتماع وأنا عارف إن أنا أطلت عليك أضعاف هذا الوقت، فطبعا أنا بتأسف على، لكن سؤال أخير حتى لو أطيل عليك أكثر من ذلك، أنا آسف يعني كما يقولون حتى للمصري، هو أنتم عايزين إيه من الحرب دي؟ بمعنى يعني خلاص طالما كده كده عايزين توصلوا لتفاوض وتنهي هذه الحرب، وأنتم حريصون كما ذكرت على أرواح السودانيين وعلى أعراضهم وممتلكاتهم، ماذا تريدون؟ لماذا لم تعلنوا الآن؟ نحن
لن نحارب، لن نكمل هذه الحرب، نمد يد السلام للبرهان ومن معه لإيقاف شلال دماء السودانيين الأبرياء. لماذا لا تعلنون ذلك طالما أنكم طيب لا توجد أهداف حقيقية الآن معلنة من قبلكم لهذه المعركة؟ ليس إعلانا فقط، نحن عمليا قيادة الدعم السريع قررت وقف العمليات العسكرية والالتزام بالهدنة من أول اتصال أجراه بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، قررت وأصدرت بيان بذلك أنها توقف الحرب، وعلى الطرف الثاني أن يتوقف. وظلت الهدنة كل مرة تعلن هدنة، وتظل قوات الدعم السريع تعلن أنها مستعدة لوقف إطلاق النار. حين جاءت المبادرة الأمريكية السعودية، قوات أنا شخصيا ذهبت إلى جدة من الخرطوم، كل الوفد ذهبوا وأبدى حسن النية وأبدى دعمي لهذه المبادرة لوقف إطلاق النار. هذا ما نعمل له بشكل دائم، أن نوقف، أن يكون هناك وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، أن يتم تطوير هذه الهدنة أو وقف إطلاق النار لوقف إطلاق نار دائم. لكن تظل الحرب لها جذور. إيقاف الحرب بين الدعم السريع والجيش لا يعني أنه انتهاء، أنه هنالك سلام، أو أنه نحن الآن نعمل لمعالجة جذور الحرب. الحرب دارت في دارفور لمدى 20 سنة، في جبال النوبة، في جنوب النيل الأزرق، في الشرق. لابد الآن أن يوصل السودانيين إلى وقف دائم لإطلاق النار، معالجة جذور الحرب، بناء دولة مدنية، دولة فيها عدالة، دولة فيها مساواة، دولة يجد كل الشعب السوداني نفسه فيها. هذا في إطار العمل السياسي. لكن الآن هنالك رغبة جادة لوقف إطلاق النار، وما زال الوفد موجود في جدة ويحاور ويفاوض على وقف دائم لإطلاق النار. هذا ما يعني تعمل له قيادة الدعم السريع. شكرا جزيلا سيد يوسف عزة، المستشار السياسي لقوات الدعم السريع، كنت معي عبر الإنترنت من باريس. شكرا جزيلا لك سيد يوسف. سيا مستمرة بعد قليل في اتصال هاتفي. السيسي وأردوغان يتفقان على البدء الفوري في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء.